السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة والحاجات الحلوة دي كلها. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن فحص جديد من فحوصات الاكس راي، وهو الني اكس راي. بداية هنتكلم عن نبذة تشريحية خفيفة عن الني اكس راي. طبعا الني جوينت بيتكون من التقاء عظمتين، وهو من اعلى هي عظمة الفيمر، ومن تحت طبعا عظام التبيا. الفيمر من فوق طبعا زي ما حضراتكم شايفين بيكون في الشافت من فوق، ومن تحت شويه بيكون في اللاترال ايبيكوندايل من ناحيه الخارج، والميديال ايبيكوندايل من ناحيه الداخل. لما ننزل تحت شويه نلاقي تحت كل ايبيكوندايل بيكون طبعا الميديال كوندايل ناحيه الداخل واللاترال كوندايل ناحيه الخارج. في جزء مدور في نص الفيمر بالظبط، من نص ما بين الكوندايلين بتوع الفيمر، جزء منور كده، ده اسمه الباتيلا. تمام، بيكون في تانل خفيفة ما بين الكوندايلين، ده اسمه الانتركوندايلر فوسا، او مثلا الانتركوندايلر انترفيمولار كوندايلر فوسا، اللي هي الفجوة او الحفرة ما بين الكوندايلين بتوع الفيمر. من تحت طبعا عظام التيبيا، عظام التبيا من تحت طبعا بيكون في حاجه اسمها الانتركوندايلر امينينس. اما انزل تحت شويه طبعا بيكون في العظمه المتمفصله مع التبيا ناحيه الخارج، هي الهيد اوف فيبولا او الفيبولا عموما، وطبعا بيكون جزءها الاعلى اللي هو البروكسيمال اسمه الهيد اوف فيبولا. ومن تحت لما ننزل تحت شويه تلاقي الشافت اوف تبيا، وناحيه الداخل الميديال، ومن الخارج الفيبولا زي ما قلنا. بعد كده ان شاء الله هننتقل عن الني جوينت بوزيشننج اكس راي. الني جوينت اكس راي في اكتر من بوزيشن، وفي بوزيشنز كتير جدا جدا جدا، ولكن اول حاجه هنتكلم عنها هي الروتين. الروتين بوزيشنز، اول حاجه خالص اللي هو طبعا هو بيكون في الاي بي وفي اللاترال. طبعا بيكون في تو بوزيشنز اللي هو الميديال او الانترنال روتيشن والاكسترنال روتيشن، اللي هم الاوضاع الاوبليكس، ولكن دول ما بيطلبوش كتير جدا، دول نادرا جدا جدا قوي لما بتشوفهم او حد بيطلبهم، مش مهمين قوي الا في حالات معينه، وده نادر قوي لما بتوصل لهم يعني. طبعا دلوقتي بدايه اول بوزيشن معايا هو الاي بي، زي ما حضراتكم شايفين بخلي الني جوينت في منتصف الكاسيت مباشره، بحاول اخلي الكاسيت بالطول بحيث اجيب جزء كبير جدا من الفيمر من فوق وجزء كبير جدا من التبيا من تحت. بخلي السنتر راي بتاعي بيكون في منتصف الجوينت مباشرة زي ما حضراتكم شايفين، بفتح الفيلد بحيث ان انا اغطي السوفت تيشو بتاع منطقة الني جوينت. ودي طبعا الاكس راي فيو بالنسبة للني جوينت، زي ما حضراتكم شايفين لازم اظهر الفيمر، جزء من الفيمر من فوق، واظهر جزء من التبيا والفيبولا من تحت، وبحيث ان انا طبعا احاول ان انا اغمق الصور شوية او ان انا اعلي الدوز بتاعتي بحيث ان هي تجيب لي الباتيلا بتاعتي تكون ظاهرة معايا في الفيلم، وتكون الني جوينت ظاهر كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين. العوامل بتاعتي طبعا بتكون من حوالي 51 او 52 كي في، الملي امبير سكند بيكون حوالي 5.5 او 6 زي ما حضراتكم شايفين، واخلي بعد التيوب عن الكاسيت بيكون حوالي ما يزيدش عن متر، ولو قدرت اقلل اكتر من كده اقل، بحيث ان انا اخليها مثلا 80 سنتي بيكون الصوره كويسه جدا، عشان خاطر كل ما تقرب طبعا بتيوب كل ما تقلل العوامل بتاعتك. البوزيشن الروتين اللي بعد كده اللي هو اللاترال، زي ما حضراتكم شايفين بخلي العيان ينام على الجنب الناحيه المصابه، بخلي العيان ينام ناحيه الناحية الركبة المصابة، والرجل الركبة التانية السليمة بخليها تعدي قدامه، بحيث ان انا اريح الفيمر كام بشكل كامل على الترابيزة او على الكاسيت. وفي الحالة دي هجيب اللاترال بتاعتي ديد لاترال، الكوندايلين بيكونوا فوق بعضهم مباشرة، مفيش اي فاصل بينهم زي ما حضراتكم شايفين. هعيد البوزيشن تاني، لازم انيم العيان على الناحية المصابة، يعني لو هو الناحيه المصابه مثلا ناحيه اليمين بخليه ينام على جنبه اليمين، واجيب الركبه الشمال قدامه، بحيث ان العظام اليمين او الفيمر اليمين يكون مستريح على الكاسيت مباشره، ويكون الصوره كويسه جدا، ما يبقاش متقبلكه يمين او شمال، وتكون ديد لاترال زي ما احنا بنحب نشوفها. زي ما حضراتكم شايفين افتح الدايفرام بحيث ان انا اغطي الني بشكل كامل، وبتني الني بزاويه 45 درجه زي ما حضراتكم شايفين. السنتر راي بتاعي بيكون في منتصف الني مباشره،
زي ما احنا شايفين. ودي طبعا صورة الاكس راي زي ما اتفقنا، النيمة اتنية بزاوية 45 درجة، الباتيلا بتكون منفصلة عن الفيمر وظاهرة بشكل كويس لوحدها زي ما حضراتكم شايفين، البوسكوندايلز اوف فيمر من تحت بيكونوا فوق بعضهم مباشرة، بيكونوا سوبر امبوزد على بعض كده، بيكونوا شكلهم كويس جدا. ودي الديد لاترال بالنسبة للني زي ما احنا شايفين، بشوف الفيمر من فوق، اشوف الباتيلا، اشوف جزء من التيبيا من تحت، واشوف جزء من الفيبولا. دي صورة يعني ايديال بالنسبة للاترال اكس راي بالنسبة للني جوينت. عندي البوزيشنز اللي بعد كده طبعا بتكون الاي بي لودد او الاي بي ستاندنج زي ما احنا متعودين نقول. العيان طبعا بيكون واقف على الستاند باقي، الكاسيت طبعا نفس وضع الكاسيت بالنسبة للعيان وهو نايم على الترابيزة، هي مفيش اي تغيير، ولكن السنتر راي بيكون هوريزونتال بحيث ان انا هشتغل على طبعا على الستاند باقي اللي احنا بنصور عليه الشيست. لو انت طبعا هشتغل على الصورة اللي فوق، طبعا لو انت هتشتغل على ركبة واحدة، الصورة اللي تحت لو انت هتشتغل على الركبتين، في حالة ان انت هتشتغل على الركبتين خلي الكاسيت بالعرض بحيث ان انا اجيب الركبتين معايا بشكل كويس جدا، ويكون الركبتين متسنترين في نص الكاسيت مباشرة، واخلي السنتر راي بتاعي فوق الركبتين او في منتصف الركبتين مباشرة زي ما حضراتكم شايفين، بحيث الصورة تظهر معايا بشكل كويس وما يبقاش مثلا لا رايت ولا ليفت، ني مقطوشة لا يمين ولا شمال. زي ما حضراتكم شايفين دول البوسنيز اي بي ستاندنج زي ما حضراتكم شايفين. طبعا لما بعمل البوزيشن ده ليه؟ ده بعمل البوزيشن ده عشان خاطر خاصة بيكون في الناس اللي اعمارهم كبيرة، عشان خاطر اشوف السبيس ما بين الفيمورال كوندايلز وما بين التيبيا بشكل كويس جدا، واشوف ان كان في اي مشاكل في غضاريف الركبه او محتاجه تعمل عمليه او نسبه الخشونه قد ايه. فطبعا الاي بي ستاندنج بيكون مهم خاصه في الناس الكبيره عشان اظهر كل المشاكل اللي موجوده في الركبه واللي بيعانوا منها كل الناس الاولد ايج. زي ما حضراتكم شايفين برضو ده اللاترال لودد او اللاترال ستاندنج، نفس الوضع، بوقف العيان بشكل جانبي، الناحيه المصابه هي بتكون ملامسه للستاند باقي، الناحيه السليمه عايز تعديها قدام العيان ماشي، عايز تخليها ورا مترحله ورا ماشي، المهم انها ما تبقاش جنبها مباشره علشان خاطر ما تبقاش فوقها، يعني ببعد الناحيه السليمه سواء قدام او ورا بحيث ان الاشعه تكون متسلطه مباشره على الناحيه السليمه، الناحيه المصابه عفوا، وبتكون الناحيه المصابه ملامسه للكاسيت زي ما حضراتكم شايفين. السنتر راي بتاعي بيكون في منتصف الركبه مباشره، احاول ان انا اتني رجل العيان بزاويه مش كبيره، في حاله الوقوف الستاندنج العيان مش هيقدر يجيب معاك الزاويه ال 45 خاصه لو كان العيان رجله بتوجعه بشكل كبير، فمش هيقدر ان هو يجيب معاك الزاويه ال 45، فبتتني رجله حاجه بسيطه بزاويه 10 بحوالي مثلا 10 درجات او 15 درجه، بحيث الكوندايلز بتوع الفيمورال يظهروا معاك بشكل كويس جدا، وتشوف السبيس بينهم، وتشوف احنا طبعا بنتني الرجل عشان خاطر اوصل الباتيلا لوضعها الطبيعي. زي ما حضراتكم شايفين ده الاكس ريفيو بالنسبه للاترال ستاندنج، الكوندايلز فوق بعض مباشره، مفيش اي فاصل بينهم، تحس ان البوست كوندايلز فوق بعضهم كانهم وان كوندايل. طبعا من تحت بشوف جزء من التيبيا واشوف جزء من الفيبولا زي ما احنا شايفين، الباتيلا طبعا بتكون في وضعها الطبيعي زي ما اتفقنا، لو العيان نايم طبعا بتحاول تتني رجل العيان، لو العيان واقف وقدر يتني رجله معاك ماشي، ما قدرش خلاص صوره لاترال ستاندنج عادي وهو واقف من غير ما يتني رجله، بتكون الصوره ظاهره برده بشكل كويس جدا. وده فيديو توضيحي عشان اشوف الني جوينت اكس راي بوزيشننج. اول بوزيشن معانا طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده الاي بي، بيكون السنتر راي فوق الركبه مباشره زي ما حضراتكم شايفين، رجل العيان بتكون مفروده بشكل كويس جدا، الانكل طبعا بيكون في وضع الاي بي عشان خاطر اخلي الركبه في وضع الاي بي زي ما حضراتكم شايفين كده، بصور طبعا على الكاسب بالطول بحيث ان انا اجيب جزء كبير من الفيمر وجزء كبير من التيبيا. البوزيشن اللي بعد كده اللي هو اللاترال فيو، رجل العيان السليمه بتكون قدامه زي ما حضراتكم شايفين، الرجل المصابه بتكون هي الملامسه للكاسيت متنيه بزاويه 45 درجه، بحاول ان انا افتح الديافرام عشان اغطي السوفت تيشو عشان لو في اي مشكله في السوفت تيشو تظهر معايا. السنتر راي بتاعي بيكون في منتصف الركبه مباشره، بتني العيان زي ما حضراتكم شايفين، بحاول بقدر الامكان ان انا اريح فخذ العيان على الكاسيت عشان يظهر اللاترال معايا بشكل كويس جدا. وبكده الحمد لله نكون انتهينا من فحص الني جوينت اكس راي والروتين بوزيشنز بتاعتها.
طبعا ان شاء الله. وعرفنا كل العظام اللي بتظهر معايا في كل بوزيشن، واتكلمنا عن الاوضاع بشكل صحيح، وبدايه برضو خدنا نبذه تشريحيه عن الني جوينت اكس راي، وعرفنا العظام اللي بتبقى ظاهره معايا ايه هي بالظبط، وعرفنا كل الجوينتس الموجوده. وبكده الحمد لله نكون انتهينا من فحص الني جوينت اكس راي بالنسبه للروتين. ان شاء الله هيكون في فيديو قادم نتكلم عن السبيشال فيوز بالنسبه للني جوينت اكس راي. استنونا في الفيديو القادم بإذن الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تشترك على القناة لو انت لسه جديد معانا، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات القادمة. اشوفكم في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.